الاشكاليه ديال التقاعد ديال التقاعد هي اشكاليه معروفه الميكانيزمات ديالها هي ميكانيزمات كذلك معروفه عندنا واحد العدد ديال الصناديق ديال التقاعد الاشكاليات مطروحه في كل صناديق التقاعد لازم انه يكون توازن مالي ولكن لازم في نفس الوقت ان يحافظ على الحقوق وصيانتها ما تنساش ان المتقاعد متقاعد راه ما كيقدرش يدافع على رأسه راه هذاك اللي تيكون خدام راه يمكن يدير الاضراب مثلا اللي هو حق من الدستور ولكن ملي كتزاد كلفه العيش هذيك لا بونسيون ديالو شكون غيشوفلو فيها وبالتالي حنا في الحكومه واعيين بهذه الامور وراه كاين حلول عكس ما يقال ولكن الموقع ديالي اليوم ما كيسمحليش باش ندخل في التفصيل ديال هذا العرض لانه اولا عرض لم يسلم بعد الى النقابات بشكل رسمي وحتى يكون الكلام معهم وحنا متفائلين انه هذا الموضوع كما هي مواضيع اخرى غنوصلوا فيها للحل وديما كاين الحل, ودي الحل راه غير اللي ما بغاش يلقى وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين على مواقع التواصل الاجتماعي